لو الحكاية فيها إن فيتو محمد جابر صاحب محل صوفيا. تمام. من أبرز الهدايا عندنا السنة دي عملنا زي شجرة كده فيها زي دباديب وتحط فيها شوكولاتة. وسام هات لي كده الشجرة دي بعد تمام عليها اقبال على كده؟ اه دي عليها اقبال جامد جدا. بيتحط عليها الشوكولاته؟ بيتحط عليها الشوكولاته من هنا تحت. تمام. دي من ابرز الهدايا دي اللي هي اللي يعتبر السنه دي هي اللي اخذت اقبال جامد عليها. ودي سعرها كام؟ دي عامله بالشوكولاته كله عامله يعني بتعمل من 200 ل 250. تمام. طيب احنا عارفين ان الدباديب الحمراء هي كانت المسيطره على الساحه الفتره اللي فاتت. لا هو في بعض الناس ما بتحبش الدباديب الحمراء. تمام. دي من ضمن الحاجات برضو اللي هي ايه دي جاهزه كامله. تمام. دي بالشوكولاته؟ دي بالشوكولاته بتاعتها الحاجات الحمراء. تمام. يعني في ناس ما بتحبش موضوع الدباديب الحمراء على اساس بتبقى تقليديه. تمام. يعني بيحبوا ان هم يغيروا بياخدوا دباديب بقى بيضه بياخدوا دباديب بني يعني ما بيحبوش ان هم يعني يبقوا متقيدين بحاجه معينه. لكن السنه دي لا هو مش زي السنه اللي فاتت طبعا بس يعني الحمد لله. تمام. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب الله يخليك. المحل ليلى بورسعيد اسمي حماده ليلى مشهور بحماده ليلى باسم المحل. تمام. الجديد السنه دي هو شغل الشوكولاتة مع الكادوهات. تمام. والناس سعيدة أول مرة يكون في إقبال غير السنة اللي فاتت. إقبال السنة دي جميل جدا. مصر بقت حلوة وهتبقى أحلى إن شاء الله. إن شاء الله. يعني نبقى كويسين إن شاء الله. الدباديب الحمراء لسه مسيطرة زي السنة اللي فاتت؟ طبعا. رقم واحد. أي حاجة لونها حمراء بقت مرتبطة بعد الحب. رقم واحد. تمام. بس الشوكولات بقت زيادة عليها. آه زيادة جدا. بقت كل كادو لازم معاه شوكولاتة. تمام. بتتراوح الاسعار من كام؟ من 25 سعر الدبدوب زي ما تتخيلي اما الشوكولات الشخص اللي بيجيب اللي هو عايز يجيبه. تمام. من 25 لكام بقى؟ من 25 لغايه 400. لحد 400. تمام. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب شكرا. انا صالح محمد صاحب محل زهور الاصدقاء. بنشتغل النهارده في عيد الحب بنعمل ورد صناعي ورد طبيعي بس بنشتغل في ورد صناعي اكتر لان الورد الطبيعي مش الموسم بتاعه. تمام. الحمد لله النهارده كان كنا موفقين حتى اشتغلنا امبارح في الرسوم احسن من اي سنه ثانيه. تمام. سعر الورده كام بقى؟ انا شايفه انت عامل ورد معايا هنا هو ورده واحده يعني في حاجه زي كده ب 50 جنيه بس دي صناعي. تمام. وده 30 جنيه ورده صناعي. ودول دي ب 10 جنيه. اه فوق ديت. ودي ب 8 جنيه. تمام. ودي زيها كده برضك 30 جنيه. وفي بقى الورده الجميله دي. السله الجميله دي بتنباع 50 جنيه. تمام. طب والورد الطبيعي اكيد يعني لازم كل عيد حب. اه الورد الطبيعي بس الورد الاحمر الورد البلدي طبعا الزبون كل بيجي يسال الورد البلدي الاحمر بس الموسم بتاعه مش موجود واسعاره غاليه جدا. تمام. بنستعين بقى بالورد الصناعي اللي هي الحمراء عشان اللي هو بس اللي الموسم او اللي هو مثلا العيد الحب بنستعين بيها مع الورد اللي هو الطبيعي. الاقبال السنه دي عامل ايه؟ لا ما شاء الله حاجه حلوه. كويس يعني؟ اه احسن سنه. طب والزبون بيقتنع بحكايه ان الورد الاحمر مش موسمه او كده؟ والله بنحاول معاه وبندخل الشغل مثلا الصنعه فالزبون بيقتنع لما بيشوف الشغل الطبيعي مع الصناعي بيقتنع يعني. تمام. واهم حاجه يعني الصنعه بيغلف الشغل وكده بنعمل شغل جديد كل سنه. هي الناس بتفتكر الورد في عيد الحب بس؟ لا في الموسم الورد في اوقات كتيره في اللي هو مثلا الافراح اعياد ميلاد واحد تعبان واحد بيهادي واحد يعني مناسبات كتيره بصراحه. تمام. واحسن حاجه بتعبر عن المناسبات دايما الورد. طبعا. كل سنه وحضرتك طيب. واحد كده انا شايف حضرتك جايب بوكيه ورد جايبه لمين؟ زوجتي. هي بتحب الورد؟ ايه؟ طب هي عارفه ولا ده مفاجأة؟ بصراحة مفاجأة. ها؟ مش هقول لها. لا مش هقول لها. كل سنة وحضرتك طيب.
انا اسمي اسعد محمد، هو انا بشتري الورد، انا جاي اجيب كميه كبيره وجايبه معايا كرتونه علشان انا بحب اصحابي قوي وهجيب لهم كلهم، يعني جاي تقريبا اجيب 18 بوكيه ورد لاصحابك. اصحابي جميل انك تكوني بتجيبي ورد لاصحابك. طب والبوي فريند؟ مفيش ان شاء الله السنه الجايه يبقى في. يعني انت هتهدي 18 صاحبه من صاحباتك بوكيهات ورد؟ تمام. طب هتحتفلي فين النهارده؟ ممكن في كافيه مع اصحابك. كل سنه وانت طيبه. VK